أحبابي وبناتي طلاب الصف السادس الابتدائي، يلا مع بعض زي ما تعودنا نفتح المصحف على سورة يوسف. النهاردة هنصحح الآيات من الآية 96 إلى الآية 103. فلما ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي وقد أحسن سنبي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث
أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين أحبابي بانتهاء الآية 103 كنا انتهينا من تصحيح اللوح بتاع النهاردة نسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.